إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عشر كوحو كبلاما يا كتابك العربية بين يديك جزك صدحات حاشر صدح بقولي لحي يستقاشا waxaanu ka hadlaynaa sida caruurtu u jeclaan karaan akhriska yani marka waxa la tilmaamay hooyadu waxyaabo badan oo la qaban karto ilmaha yar ee ay dhashay si ay ugu tababarto inuu jeclaado akhriska oo marka uu tawaqafi jooji cal qiraati bi nafsika akhriska aad u akhriyaysaa ilmaha mata bad asbaha marku noqdo fi safi thani al ibtidaai marku galo dugsiga hoose galaaska labaad adu akhriska jooji isagoo ha akhriye hatta ya lafa ila oo caadeysto oo dhaqan ka dhigtay wax uu barto amaliyada taaruf inuu sahawsha inuu isagoo barto ila shakhsiyat alqissa ashkhaasta ay ku socoto ama dadka ay ku socoto sheekad oo qisaska ayaa inta badan ku fiican wax akhriska ku jacleysta bi nafsi inuu isagoo iski u barto ويصبح عين نقطه بمقدوري وحو كريا عندها عندها اكتيدا انه يسوق كرا وقتها انهاء القراءه وحده انه اخرس كدمهيه كليدي او اسكا وته marka damba inu isagu awood yeesho wa min ajli tawsi'i da'irati si lo balaariyo goobada ma'arifi tiflika ilmahaaga yar yaani ama qof yar dhashay aqoontiisa goobada ay marayso iyo giraanta ay ku wareegsan tahay aqoontiisu si loo sii fidiyo oo loo weyneeyo waadarto goobada mar iyo giraanta waa la yareyn karaa wana ballaarin karaa yaani heerka ay aqoontiisu marayso inaad ballaariso daraadeed ashrikihi wuxuu leeyahay hooyadii ka qayb geli inuu kaala qayb galo yaani ka shaqee oo kaala qayb qaato kula aqriyo fi majallaatin jaraa'idka دورية الوقت وقت صباحا اي مثلا ويجي مر صباحا اما بشي مر او مرائمة كوها بون لعمره دا اديس او وحو فهم كرياء كان ها اغري جرايتو يعني اقوم بنا باكو قرن او ها كل اخري او كلا قيب قادو اذ كل ما ترن وعد مر الله مركي كلا دوان تهي مسادر القراءة ماشا اخرس كوكا صباحا او كل قصوين كا اخري ايو كل او علمي كلا اخري ايو كله جرائد كأخريه بشكل جذاب وأخرس كاسو يهي بشكل قاب يسي جذاب سو تشيدن يقفك أو حسرة وهادف أفرسو أو معا تشيدن لي وهادف هذا فقص عضو تشيدن لي استمتع وحقر راح يسنى يا مركا المها يري بالمطالعة إنه أخرسته وحيابا وأصبح وحن نقول يا شغوفا مد آذو حسية أكثر إن فربضا بالمعرفة يا قونتي ويوح قلبي يسيحي سجرينيا وحماسات جرينيا وصوت شيدنيا بأغو قرن ومركا وقفتي تعالي سنيو حاولي اسكودي أبياتي هو يدي أن تستحبي إنا لصعوته ابنك إنا كاغير إلى المكتبة مكتبة الرع ودعيه اسكدا مركو مكتبة قرو يختار إساقو هالدورتو قصصه شيكوين كيسا المفضلة أو إساقو دور بدأ يتعليها هالدورتي لتوق لكن وحبابه كا قادها ورنني يسوي هدور ومن الجناح الخاص هكا قاتلين عكو وقاركا اللي مكتوض النعيب ضم بيلادين عو قاركا الذين يتناسبوا قهبون مع سنه الدأديسة يعني أقونته كسر ريسان وأخري كرين ما هاين الدورته لكن قيبته يسوي دأديسة قهبون كتاب كدونها قاتل وده وهكا كتب ضم باطالة وهيابو يسوي أخري أيوه هحوش يسوي iyo qudraati awoodiisa waxay ku haboon luqawiyada xagga luqada ee uu soo garan karo iyo fikriyada xagga maanka iyo maskaxda waxa uu qaadi karaa doorto isagoo kitaabku doonaha ka qaato
وتجنبي كفوغي كفوغي أوديد ما يفوق وحكا سرية مستواه هير كيسا أقوانيد وحكا سرية دولا كتبوا هوي مرخرية إسكدا دو كتو وخيا أنكوا حبا كما فايديو لكن إنت يساقوا أقري كرا إيا لوغو طلق لديانيزا كتاب كنتوران حكا قاطو حتى لا يرهق إيا لغو رهق دبر تشبين يا عريس يا نب وتموت يا ردبان نمانين بالتالي يعني وحا راعي مركو دبر تشبو إينا دمتو رغبة القراءة كالقعيلك يتعيلك يحيسي أخرسكو عنده أكتيس هدو كتبك هو أول اسكرها رو وأنو أخري كرين وحبك فهمي كروا أو أخري كروا وحاكو يمانا يأينو نبار تشبكو يما دحق مسكحة يدال يا عريس دبنا أكن يتشبو وإنما تكال قعيلك هاي مركو فهمي وايو تاوات كيلة لنسا لكن كو دال يسو أي أخري كران كتابه دونها كحشو لانا صعو وحفاظا سلو إلى ليه على جاذبية القراءة إن أخرس كو سو تشيتو وأخرس كو حيسي يشو سلو إلى ليه إن أخرس كو حيسي يشو سلو إلى ليه لا ترغميه هكو خصب هو يدي بالله الله ليا على قراءة كتاب كتاب وأقريه ضجر منه كعاجزي أو كني يتشبي أخري هارن أو وجده أما أو أركي أو قادي مملن انو دالينيو وانو حيسه او هين او مارتي نيت شب كوريدي هكو كلفنا كو سندولين بل استبدلي او بدل كتابك فورا سيد اقصاه او بدل به كتابك واحد او بدشا قصه شيكو اكثر طرافه كحيسه بدن تاو كحيسه دعي تو كحيسه بدن او جعل يحي او بدل او تعيد او سو عليسه له اسغا المتعه الراحه دي ددنكي يا وتس وتسليته ما ويلده oo naftiisa ku maaweelinayay ee uma arta xeesaha u hayay ee madadaalada ahayd ugu bedel mid kale wasmaxay u ogolow lahu isaga bayna faynati waqti wal akhra iyo waqti kalaba bil awdati inuu dib ugu noqdo ila kitaab inuu kitaab u noqdo oo ogolow haduu jiclaado duuna mustawaahu heerkiisa aqoonaad kaba hooseeyaba oo sabaq ay horeysay aan qaraahay in hore u akhriyay hatta haduu u xisooda kitaab ka hooseeyay mustawihiisa oo hore u soo akhriyay oo u jilacsan inuu akhristaa haduu jiclaado u daaha akhriyay falahu alhaqu fi dhalika arinta xaq buu leeyahay kitaabka dib u akhristo uu bari hore soo maray iqtarixi waxaad kula talisaa calay isaga waxaad kula talisaa cala sabiil mithal tusar ahaan an yaqraa qisatan inuu u akhriyo qiso li akhihi walaalkiisa ala asghari minhu isaga ka yar inuu qiso isagu u sharxo oo u dhigo tu isagu yaqaano كلت لحتى ورالك قصدا أولي قدوك فهذا كاسي عديه وحسيني إيساقا إحساسا دارين محو دريبا يا بالتقدير إلا ويني إيساقا أو لقيمي إيساقا أو معالي لقدقي أيو دريبا يا ويعزيز وحا روحي وچين يا ثقته وكالصوني داو كوكبو بالنفسي نفتيس هدير لا أدوك وحديك وككايا روليك ورت إلا قيمين يا أو مارتين وحديك رو معالي لقدقي أيو دريبا يا وحاكلو دريبا إنو سوكالصوني هذا إنو أقول ليه آمنو dadana ka kala wadi ku dhe la ta taraddadi hakan noqon qonin oo hay soo ranimay yeesha iyo ma ka joogta aw ama ta xawfiha ka baqanin gabadhii hay hooyadaay min qiraa'ati qisas inuu akhriyo irankaago ama ilmahaaga yari sheekooyinka ashaaqati xisaha badan alati taaso tadadaman koobtay oo ay ku jiraan maxay koobtay bacdal mawaqifi yaani go'aamada iyo arimaha qaar kood al mukhifa absile waxyaabo laga baqo oo naxdin iyo dhibaato leh oo laakiin xiiso badan inuu akhriyo ha u diidin ha akhriyo inkastoo waxyaabo naxdin lehina iyo maartay cabsilihi ay ku jiraan sharda aan waxa shardi ahun anta kun ina qoto aan nihaayad waxa ku dhamaanaysa saciida tan arin wanaagsan arin marka dambe farxad loo ku dhamaata ee arin cabsile xataa marka hore haduu si dhaxmaray qisada oo midna sheekooyin cabsi iyo wax ku jiraan dagaal iyo rabis iyo waxyaabo ay ku jiraan لكن حاجة ده ما كفي عنها تا شرط يا مركز ده ماتين وحنا ناس كنا ماتون مركز رحبها كبغان إنه وحيابها عفسي دكوا لحشرت إله آخر يوم رحبها كبغان معايا لف القصة شاكدو هنا هل كان تقدو وحنا قل إذا مسرح ميل بندقة مسرح هو ماشى تياتر كي يحلقوا صوب بندقة ميل بندقة وكو صوب بندقة أو يفرقوا وكو سيدا يلمه فيهم بندقة شحنات العدوانية يعني الدرين اللي يسي adoonimo iyo colaad ay ku jirtay ay ku siideenaya wal qalaq iyo wal bahaarkii
iyo murugadiibuu iskaga sii deynayaa meeshan qisadan xayti isqiduha waxa culadu hayo wuxuu ku dul tuuraya ala shakhsiyaadka qisada kuwa sheekada qisada ku jirta ayuu culadii ku ridaya dushooda iyo cadaawadii uu qabay halku yacni ama cid kale kula kici lahaa kuwan uu kula kacayaa u leeyahay waxa ila marka naftiisa ayuu culad badan ka soo saaray soo culadii wuxuu ku dul ridaya kuwa sheekada ka sheekeynay ama waxaan la leeyahay sameeyeen leeyahay waxaan ay sameeyeen وهذا كاس يساعد وحكا عاوية سوكين كعين كاسي الدفلة المهير على نمو انو كرو عادفين درين كيسي انو كرو ودرين كيسي مارتي تيوان نشي كوين بدن اخري وحيابا بدن دعدوين درين كيسي با كوريا وقفو حلقاني ايسا غير وهي ارقا وح بدن اخري اقوان لي يعني الشي كوين بدن قاتي ايو نقوانيا اكملي وحد قول اما يسترتا فترات القراءة حلية دي اخرسكا بينه النهارية ما أنتي سو آخر لا سو آخر ذي بقراءة بفترات مسائية حلية آخر ساعة وهبين كي جربتي أنا الراعي يدنا والله آخر تقومين فيها واحد أضو قبنا يسأ قصوين كا الآخر الآخر يسوا بابتكار قصص إن أضو أبورتو أضو عرسو شيكوين جديدة عصب ومن نسي خيالك مستحضر أتقصى ما يسأ أضو نسي وما كمرد للتولي هذا أو تولية oo samaynay bulay khayaalkaaga maskaxdaada halabuurkaaga maxay yeelay laana dad faala caruurtu yuhubuur waxa jecel yihiin sunca shakhsiyad in loo abuuro shakhsiyo qof dad wala mumkin tii meelo li ikhtiraa'i almughamarat si loo halabuuro waxyaabaha nafurida iyo maartay halisaha leh ashayqati xaysaha badan fiha meelaha iyo maartay qisooyinka dhaxdooda ku dhaxjira fiha qisoon ku dhaxjira oo ay muddo salaahan dadka maartay markii miyiga iyo dadkii waaweyna marka laga soo galo xoolaha ee ardayga la isugu yimaado caruurtu sheekada kama isii xan jirin iyagu hordo u baahan waxa jiraan looga sheekeyo oo maartay libaaxa iyo maroodiga iyo laba kulusley iyo caawibyo sukun faruuriga gadalac iyo wax la oran jiro qisooyin sheekaas caruurtu ay loo sameeyo oo ay ka mufsuudaan ba jira caawu dheeligisanayaan waxaa loo sameynayaa maskaxdooda kordhiyaan yacni dareenkooda kordhiyaan qofkii waxaa looga dhigayaa marka tiyo cilmiya weeyaan qisas cilmiya oo luqadda uu ku baranayo waxyaabada uu ku baranayo oo la doonayo qofka in lagu baro akhriska akhriska lagu baraa inagu marka hore iska sheekay waxa ahayd sheeko dhaqameed ah carabtan way ku buuxdaa inagana way ku jirtaa waa sheeko dhaqameed taasi tan waxa weey sheeko cilmi ah oo qofkii qisooyin looga sheekeynayo uu akhriyo diyaarinayo ka qayb qaadanayo lagu jacleysinayo akhriska iyo aqoonta awidi diflaka ilmahaaga yar waxaad bartaa gabar yahay hooyada ixtiraama mawaaciidi alqisa inuu xurmeeyo oo u qiimeeyo xilliyada ballamaha akhriska oo waqtiga akhriska aanu ciyaalka yahay u bixin oo aanu ka habsaamin waqtiga ilaaliyo waxaad tahay hal minute ha habsaamin waqtiga qiraada joogta wax kale baa inuu dhigo kale oo fadlata qiraa xilliga akhriska waa inuu qiimeeya oo aad iyo aad u xiiseeyaa wa atiixi u suura geli amaamahu isaga hordhis waxaad ugu suura gelisaa al majala meesha yaani inuu isagu akhriskaasi u suura galo meel uu ku akhriyo iyo inuu akhristo iyo inuu halabuur sameeyo intaba u suura geliyo u diyaari linasti inuu tolo inuu sameeyo oo taaliif inuu isagu abuuro oo u qoro maxaa loo suura gelinayaa inuu qoro ama uu isagu hal abuuro oo taaliif qisa inuu curiyo isagu sheeko yaquum huwa isagu u qabanayo biyadaaha gudashadeedii qabashadeeda isaga loo dhigo marka dambe uu akhriyo wax bal qisa samee sheeko ku saabsan geesinimada ku saabsan ama ku saabsan deeqsinimada ama ku saabsan cilmiga ama wax lamida wa tamthiilaha inuu isagu matalo oo isagu u sawiro calaa dariiqati alkhaasa alkhaasi wadadiisa gaarka iyo fikirkiisa goorida ah wuxuu isagu leeyahay uu abuuro ikhtaari waxa uu doortaa wuxuu shaalahu isaga qisasan sheekooyin muujisatan gaagaaban oo markiiba la fahmi karo la koobi karo wa mukhtasaratan oo la soo ururiyay oo ku saabsan ansirati nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam nolol taariikh nololadkii nabiga ku saabsan iyo saxaabati nabiga saxaabti taariikhdoodi iyo waan taariikhna islaamiy soo yaalkeen islaamiga taariikhda islaamka al xaafili ee aad u badan xataa yaqifa ilaa uu istaago oo cagta la helo cala darbi saxax wadada saxda cala darbi wadada saxax saxda islaamiga aladi wadada soo sayusil hu gaarsiin doonta bicawni illahi ilaahay gargaarkiisa waxa ku gaarsiin doonta ila saqaafati aqoonta almadluubati la doonayo inuu barto ayuu ku baran doonaa marku halkaa ka bilaabo
بعيدا أو كف يسوي كف أرض جاسي أما المها يري عن سفاه سيف الأمور عن سفاه سيف الأمور أريمه هوسة أما عن الدرجة إيه محبب السمينين يقفوا يعني يلان تقول رقمه أو دمبو كف جانية مركو حمولة سمرته هرقو عن قصة قادرين هجرة العقول هيانك أي هيام أيان يجي دقة أي جدي جليات عقوش أي عقون تدتك يعني مثلا الدنيا ذك هيام أيان عقل قال إيه أقوم تلي إيه وحتر كلي إيه هالأبور كلي إيه كجوري وطمدا قاري إيه وجوري وطما كلي وهاي كمدي هني بدنا عالم الإسلام كمدا أيه كجوران دتك عقل قي أقوم تلي أيه جوران ميرك كلي وهم لها ولا شيء أنا هين مرة واحد هذا تحيا واحد يكون ولا أذان قالوا ما مو مضو واحد يكون ولا أذان وعمر جود كسي كلا أيه يكون ثمريان وتتطور وهرمر أي قصة مايان بعلماء هادت كذا قونت عليه أمضوه واحد كوسي كلان أي دولة كون قدان إذا قالوا قصة مايان عيدا قصة مايستان عدود كويشان إمارتة وكوك عمره ود كل راجع وحوي قونت دت ك وحبر تأيده أيه دو أمضوه هرمر يا والمجتمع أمضى يبرشدة الذي أمضى صي عاني للرفاتا تسربا قلقل وقلقل في هذه العقول عقوشة ستاكا قلقل تصرف وامرك بيه يا عيال هذه امدى عقل جيد يا علم جيد وكا قلقلو سداتك قلقلو مالك لو قلقلو او ضمك لقلو او ديك بحق مسكحة امدى وقلعو يعادوا واحد لغتر يا دادك النوع عاسا مجتمعا بلشي امد محروما لو ديدي او لسيتي او كقضي من اثمني من اثمني ثرواتي برواقض لها كيو كيو قال سرابا كباباي هذو ما دعقله كهيامه وعلمه كتقه وأي كدر دران سصلحة علمه هذو كي يعوم ملك رجله صوداتك يعني استجمو قارده مرك قال استجمو جدبو صوت ما استجمو جدبو هذو كقول قله علمه وضد كي علمه حب بارسنا أي كهيامان وكهاتيران وحي أقول قال سنا إذا قال يومنا جها وما تعزيل استجيب على هذا وما ذا يقول هذا فقري وقمة يا عيروي وما ذا عيروي وذا دون تي هذا وما ذا علمك علمه كذا قاقو عاجزا وما ذا وح أي كري وايسة ولا شك شك وما تشرو وأي تلاح قبل دون تا عن التطور عن التقدم هرم مركي المطلوب للدنيا وواي دون تا وما ذا هل كذا قاقو ميس برتاسي هوارزة والرقي هرم مركي المشود اللي هيكسني الدوني وي واي دونتا والشواهد وحيابها تاريخ ده وحتى مرخاتية ده عبر التاريخ تاريخ ده صوم مري مرخاتية تاريخ ده صوم مري أكبر دليل ووحا تسالح أقوي على ذلك عرضات الماما يوهي يعني مرخاتية ده تاريخ ده كحر ده تاريخ ده صوم مري وحاوي الدليل كي تلمانت أقوي نعرضات عضينية فلم نجد مينان هلين بوليه مينان أرق مجتمعا أمد يبرشو جذب العلماء سوتشي تتدك أقويها كا والمفكرين تتدك فكرة إلى هاي مسكحة سيي والباحثين تتدك علم قبارة أمد سوتشي تتا مجرتو أو دلك يدو أقلاطة أو شقة سيسة أو نبدقلية سيسة أو ديغان سيسة إلا وكان له نصيب قلالة سوحي يالتا غيب من التطور هرمركة غيب بكهشا muhiimanka horo maray reer galbeedka Yurub iyo Mareykan iyo ilaaha marka qofka aqoonta markiiba waxay siiyaan dhalasho wadankooda iyo shaqo degdeg ah maxay u siinayaan ma aha in ay ugu tabarucayaan ma aha tabaruc aqoonta dalkooda dejinayaan halkan uu qofku ku fikiraya wax ku soo saaraya cilmigiisa oo dhanba halkan uu ku miiraya boqolaal faa'iido soo saaraya marka waa waxay daraaseeyeen oo cilmi baaris ku sameeyeen dadkeena yaacaya waa luqmadayde iyo maxaad cunta iyo maxaad cabtaa bay doonayaan iyaguna maskaxdoodii bay maalayaan gabigeedaba mara uu xidhay iyo wuxuu afka galiyay in bii aan weesinayaan meel u fariisto maskaxdiisina way leefayaan gabigiisa way shiilayaan walaasay dabeedna gabigiisa boqolaal arimood ku fulinayaan kumanaan iyo boqolaal kuna dadkan oo caasabay u rusadaan dabeedna waxa ay adduunka ku maamulayaan ee wadamada ku maamulayaan wa fil muqabil
أرنتها وحكا سهور جيدة تثبت وحي عضيين إساء شواهد تاريخ مرخاتية تاريخ الصومري كذلك ساسوق لي تأخر الدولي إن الدبل عام دولدها يولا مجتمعاتي أمضها التي أمضى يهجرها أي كتغان أبناؤها ددكود أي كتهريبان أي كهي أمان ددك عقلق له ويتأخرتا وان الدبل عضا خرمرن مقاده وسمعت إنك أكره يدل بدل إنك يدل من المسلمين تأيك وكره الدنيا ستحاضو حيو بحيين بقى لوغة هيام أيو تدكاسي تأخر كما بحام بولي. وعندما أقرت مركي بعض الدولي وعندما أقرت مركي قوان صدين بعضو فرسو بعض الدولي دولتها قاربا قوان صدين وبالذات كارهان الغربية منها دولتها الرجل بيت وحي قوان صدين قبول هجرة المفكرين إنه أقلادان دلكو دو أقلادان هيانكا أي سوق قوريان تدكم فكرة دليه إليها دلكو دولتها أسوق إليها دولتها أيمانيان إنه أقبلان يسود ويان أو دلك الباب بدأ أفران تدك علم جله إنه يمك عروها يا عيي يوحن تهو أقبلان أو حبيك الرجينيان لكن تدك يدا علم جله وحلاه الكيسين وقطع عن بالغية أبا سوق دلك يسير ورقدا يفيسا وجيان ولهنا كا يعني لصق الرياضة روح على قوها هنا شقي يا أقون وأنا تهريب يوحن معها هل كيس لقطه عدي دورسة إيه كصوت البطاطس فارده هذا يعدي مارتي أتي ما طبع واحد أقون سيني أقبلان أو أي سود ويان دتك أو إيمانية إيه دلك كلك إيمانية ما هي أقبلين مركي أقبلين بقول لك هاردو حيا هاي دولة هذي تعيم تفهم سن أو قرنس أهمية حول المفكرين وحترك يمضمنت إليهين دتك مفكرين تاء يقول مبتعين دتك هالأبور كله يا أصوها أيام يا وحترك إليهين محي في دعم بحوثها إنه تاجر وين سيان المبارزين أي دولة هذي ثمانية بيت تاجرين مركا قف ولا بهالك أو كوه بوين هاي بالشقة لقى سينية علمي ساسي هالكوكب من الله بالله سينية أو ديارة وتحسين المستوى يعني دتك سوناتيان هيركا أسحية عافمات بها دولة هذي أي مارتي أي كسبيهين أي سوونا تيني كقريب قاضنيا iyo rafi المستوى in kor u qaadan dadka hayaanka imanaya in heerka kor u qaadan taaliimi aqoonta ee baha umadaas leedahay ay doon sidoo kale xaq caafimaadka in umada ka dhisan oo dhaqaatiirti bala socota in ay ka dhisan xaq maartay aqoonta oo aqoontii kala duwaneed dalka oo baahnaa oo dhanba soo qaxo ya soo qaxaysa hatta an amerika u xulay dalkan ila mareekan hatta heerka ay gaadhay qasad waxay ku duushay alfadaa hawada sare markay dayaxa ay ku duushay waxay ku duushay bi'adadin kabiir tira farabadan ba ka qayb qaatay in ay dayax gacmeedkii horeeyay kiciyaan tirada badan oo maxay ah meel culimada dad aqooniyahana oo nisbatun kabiiratun qayb weyn oo minhum dadka dayax gacmeedka kiciyay kamid ahay waxay ahaayeen min al muhaajirin dadkii u soo barakacay ee Mareykanka u dhalan ee dalalka kale ka yimid bay ahaayeen in badan oo kamida dadka ku guuleystay in dayax gacmeed saata leeyt inay dalan Mareykanka بل وقدمت وها اي سي سي اي صوبر نكتي اي كانت كثير من فربضان ومن هذه الدول دولدها كمده كثير من التنازلات وحيا أبضا بيبك التنازلين او اي مارد كالتنازلين قانون كي دل كودة من اجل قبول هذه الجرات ان لا اقراضه ضدك صوبر كعية درتي اقبل كودة اي تنازل بدن سميين الى هذا وان احنا قضبضا لك السعرة وضدك الله اقبلها علمك لسوله ويستام فهذه الهجرات قحونتيقا او يمانيا او صوبرا كعيا تؤدي وحي قبانيسا دورا كبيرا كالين وين اي كجريسا محي في تعزيز الاقتصاد الغربي اتكينتا لقارها رير قلبيتك قيبو وين بيدتك قحونتيقا اي قليا اقونتالي قارهان كوا اقونتالي كوا كان الحوق قوضا لغوشا قيستايقا او كوا بمفكرين تواكو كو او فكرة وحصوصارك كوا كان وحي فكرة دي كوا استقلاليين كل لو حماله ويان يلا قاچن يكون انا قونت الحين ويقولوا حوقي ويان كون هو مسخدي لابد مو كفايسنين والملاحظ وحا او فيلسغه او باهاني وحا ويهي انا دوله دولتها اداريده اي ددكيده اريده اولتي اما دولتها هاجر هاجرها اي كتغار امنا وها ددكه ودشاي
هي يد وحوي الدول النامية تتكاسوا دولتها سو كوريا كو يقول دت كود بإريا أقانط ولا تعلم ما تشل كأونلا مع إنسان يا لا غفر حضو أما مسافرية بقى أما كوا لغبا يا عم ملحمة بقى دت كوا كيا عيان ودولتها كوا سو كوريا ويلاحظ أيضا وحدنا لغة في إنسان يا مقارنة ويدنا مرت إن أدين ده اللي هي ليس أنا الهجرة قحطيكو يا مرت بركعو ذات خط واحد والضقورة هاي ستة تمام عن الدوام هاي تذكر بركة عيا والضقورة مريان إن عقورة أصعدان الدنيا نو مصعدان بريء قلب ذي كفر يقوي معها تذكرون بالو قحابو كلي ولو قحا الدخان الله ما قحيو وهي وحوي وتضع قورة الله صعدا إلى المجتمعات ومضها الغربية ترى قلب ذي كلا يلاحظوا أي الله قحالة تجا بدرجة الأولى كارين تكوبات iga ku jira waa mareekan waa yurub ayaa lagu socdaa meelaha kale lama tago oo imi wax china u qaxay iyo wax jabaan xataa u qaxay iyo waxa taa maarta carabta u qaxay iyo arkimedes iyo hindiy wax u qaxay iyo dadka umadaha badan ma jirto xagga reer galbeedka loo socdaa reer galbeedka maxaa loogu socdaa aqligi ay ku maamulayeen ee dhaqaale ugu sameeyeen ee dadka ku soo jiidanayeen sharciyi bay waxay bay sameysteen dadna nolol bay u dadka u sameeyeen ay kaga faa'iideystaan iyaguna laakiin hada hindiy tagto taad kula hadlaysaa ma jirto oo ma arday koornaysa halkaan kugu soo dhaweeyna ma jiray isla yaabanba oo yagi ba qaxay boonaak halka waxa jira daraasatu cilmi baaris asbatat adaysay ana nisbatan kabiiratan qayb weyn oo min al muhaajirin kamida dadka u barakacay ilal bilaadil gharbiya wadamada reer galbeedka dadka u barakacay qayb badan oo qayb weyn هم من أمناء المسلمين إن كمديهن ضد كمسلمين تا الذين كواصوا لا يعودون أنسوا نقونين أو قرشها ليوجرين إن ذلك هو يدبوك صار نقضان واثبت طوحة عبد إيسي وآي السكتي بعض الدراسات علم بارسيها هل سمي قار كمديه على سبيل المثال هدان تصالحان سوى قادنو على أن 50% بقول كيبا كنتم ممن هاجروا ضد كأوبرك عي أو قحي إلى الولايات المتحدة يعني ذلك مريكنكا بين الفترة برك لا يجح اللي جود حي من سنة 1970 إلى 1980 كوسا قال بقولي تطبعتك إلى كوسا قال بقولي استيتك طبعا كاسا نضوت من المبتعثين أضبط كلا دري أقان طلاد دري إنه وحصابر تان أو وغيرهم يضبط كلا سود بوتري لم يعودوا إلى بلادهم والدمو ذي دي بقوم يسونهن برك لا يجو toban ka sano la qiimeeyay 400 konton dadkii wax barasho u tagay ama si kale u tagay diin ma soo laaban jameel waxay heleen ay isleen nolol ka fiican ba taala ay wadankoodi ay heleen wajiratul ulamaa inay qaha inay qahaan ama barakacaan ama geedi galaan oo hayaamaan dadka aqoonta leh laysat maaha walidata hadal asri waqtigaan imkaan inuu nagu noolahay arin dhalatay maaha هو واحد تري ترى علمته ويسع عنشرين فالعلماء تذكى قانت له منذ القدم لقى صواب لابو تاريخه هراء لقى صواب لابو يهاجرون ويهيام شرين أو ويسع عنشرين ويبحثون وحندي دين شرين عن مراكز العلم حرمها وحلق برتو أي تجي شرين ومال قلما يشوق شرين إلا حساها أنها هجرة داسي يجيد داسي كارد واحد يهان شرتي في أغلبها انتهت بضن بل كلها ده لما انتهت بقى داخل الوطن الإسلامي وطن كإسلام وطن كإسلام وطن بارسل وطن الإسلامي ليلة يعني دلك إسلام كجديسة نفسه يقول لي سنبه هذا ميرك لما هاي انتهت يعني بريه هوري لغا صوب بلاواتات كأقوان تتبصع علم غبرتا وي تقي ترين وانا يسعون ترين علم الطالب بي يسعون ترين مالك هلا كوحا يسعون ترين ودن كودة جديسة وطن كإسلام كون laga yaabo inta aan ka tago inuu ma ka tago oo hadana masar tago oo aduu doono Iraq tago oo aduu doono China tago meesha doono ha tago Afrika tago cilmi daba socod uu baha laakiin waxay sameen jireen dalka Islaamka gudihiisa bay isaga dab qaad jireen ee wadamada gaalada ma cilmi doono jireen maba oolimadii maba oolimba marka xagaa looma kici jirin ee wadanka Islaamka gudihiisa ba kulba meel tagi jiray yan taqil uu ka guuri jiray al caalim ninka aqoonyahanka ah min juz qayb ka guuri jiray oo minuu dalka islaamka kamida xaguu tagi jiray ila aakhira meel kale oo dalka islaamka amuu tagi jiray
بخلاف ما عليه الهجرات ويكدو وانتهي سمانت هيانك يقحونتك تاريبتو اي تهي في هذا العصر وقت ما انت لتشوقه حيث اصبح حيث مختقاص اصبح اي نقدين العلماء وضدك علماء اها يتركون واحد بيكتغان ووضانهم دلال كودي بيكتغان الى خارجها دلال كبحسن دلال كودي تغان مانتا خاصة الى الغرب ودلال كرهيق البيت كي تغان مانتا او يوروبيا مريكا بابي تغان علماء دي اسلام كي اقون تلحي مركي دلال كودي كنا بدقلوا وايان اي كبت بادوا وايان اي حريتكوا وايان اي عريري قلان تنتو واحد كو خصبتا انا من انجليا ويديستان سياسة دي دقناشو ودمضا قالتا ايا بخصب نقطة امك هو كبح عم بضل كي إسلام فرنا مكبح ويستطيع وحكر كرا الإنسان قفك بين آدم كه أن يعرف إنه قرطه مدى درد البلدي هيرك أمريه طلق إنه أريه أو صاره العلماء علماء يسون طلق كصاره يو استقدابه إنه سوتشي تلهم علماء طلق لا وهذا كعبر كرتها طلق كريم علماء يسون صاره مس كويس ما هك وخر صاق تيتا أي مادة استقطاب وما كانت صواق هذا تاضع علماء كره وقوى جي ما كانت أدو لما يسترتي يكون شو قال الشقيين يان أتقوى خلق صادر يسون هي ما كانت قوى هذا ماشي كسار خدال كيسة أتقوى كل في سير قحان وحلاقة قرتها ذل ك أتقي ما يسار إذا عرف الميزانية توقفها هذو قرتو ميزانية أما ذا قالها التي يخصصها وقار يري هذا البلد وطن كاسي إذا بحاث علم بارز تكل دون آيات كأخرية كرتها inu dalkan culimada isu ay ka tagaysay aqoonyahankiisu iyana kuwa kala soo qaadanayo miisaaniyada marku sanadka sameeyo inta cilmi baarista loogu tala galay baad ka garan kartaa ee uriyaala dhaqaale cilmi baarista in wadanka culimadiisu ka guuli doonto iyana culimo kale u baahan doono hadaan dhaqaalaba loogu tala galin buu leeyahay dadka cilmiga baara ay ku noolaadaan cilmiga ku baaraan waa halka ka garataa ama dhaqaalaha loogu tala galay bay yar yahay waxaad garanaysaa in dadka cilmiga ay ka tagi doono way wax loo hayaa ma jiro oo yaani miisaaniyada marka dalka eegto hadaan loogu talagalay cilmi baarista miisaaniyad gaar ah ama ku filan ama qiimo leh waad garan doontaa in culimadu iska tagi doonto waa dadkii cilmiga lahaa dhaqaalahiiba lagu ma darin buulay laakiin hadii dhaqaalo weyn la sameeyo oo dadkii cilmiga ahaa loo sameeyo waad garan doontaa inay joogi doonaan kuwa wadanka u dhashay oo dhaqaalaha ay ku shaqeyn doonaan kuwa kale iman karaan wa kharana ayaman kharana wa aqta garan karta wal makanata heerki iyo kaalinta alati yuriha makanada iyo darajada iyo qiimeynta uu siinayo dalkaasi dil culama ay dadka aqoon tale hadaanu xurmaba siinayn kaalin badhigeen qorshaba ugu tala gelin dawladdaas dhaqaalaba aanay ugu tala gelin de maxay ku joogimay loo iskaga tagi hadii laakiin ay qiimada sa dhaqaalana siinayso kuwa kala iman ku weedo mooyaan warka wuxuu fal wilayaatu al mutahidatu dalka mareykanka ana amerikiya dalka mareykanka على سبيل المثال تصار أهان تصرف واحد كوب حساء 3% بقول كي بصدح من ميزانيتها دقارها تلك الكلية جود بقول كي بصدح وحلاقو تلقي على البحث العلمي علم بارز أي بقول كي بصدح ميزانية مركز السمية سنتك إدائك أو بدلة قرنسان أو بقول كي بصدح لو رفتي معاك صوبها يا dad dhaqaale ah ka soo baxay oo cilmi baaris loogu talagalay oo dadka cilmiga baaraya oo ka faa'iideysan karaan oo khaanada ama account-ka waa wax kala baxaya dadka aqoonta baaraya dadad marka la intaas oo bilyan baa ku jirta oo cilmi baaris loogu talagalay yaani dad badan bay soo jiidanaysa marka dadka maamulayaana waxay aqbalayaan soo qaadayaan dad badan oo aqoon leh iyo dacalad jooga oo loo baahanayo markay ka badato miisaaniyadu dadkii wadankooda jooga aqoonta lahaa ee ka qayb qaadanaya cilmi baarista amal Japan dalka ee Japanka wa Almaniya iyo Jarmalku fahuma labadoodaasi tasrifaan waxay ku bixiyaan cilmi baarista 5.2% boqolkiiba labiya bad oo bad umay keerihiin ayaa ku bixiyaan miisaaniyadihiina dhaqaalahooda ay sameeyaan ee miisaaniyada sanawiga على البحث العلمي علم بارز توحى كوب حيان بقول كي والله بيا بد ده قاله جود لقول فطي وبريطانيا ده كان إنجليزكو وفرنسا هي فرنسيزكو تصرفان وحى كوب حيان 3.2% من ميزانيتهما على البحث العلمي بقول كي وحى بهان
محوها لبا بقول كيبا لبا إيه سدح سنتي أيه كوب حيان ميزانة جود ولا غرفة تبنا دقال وين وين ويا ميزانة ده أعضو بطن. أما في البلاد العربية تلك عربات والإسلامية تكون مسلم كاه فأنا المخصصة وح الله قاري يري البحث العلمي علم بارزة أقل وكيرتها من 1% بقول كيبا حل وكيرتها من الميزانية ميزانية جود ولما كوة دلوي وفي بعض الأحيان مرك قارنة أقل من 10% من 1% قارنة واحد كيريهم بولي هاي بقول كيبا حل لو قيبيي طبعا حل كيبا طبعا بقول كيبا حل أو طبعا لو قيبي مرك هاي وحويان تحت صفر أو طبعا لو قيبي أي كسيرتها بقول كيبا حل حل كيبا طبعا لو قيبي مال كمدا وكسيرتها وهذا كله أرنت أصور لمي يعطي وحو كسينا يا فكرة واحد كقاعدة لسا تلو يا فكر عن اتجاه الهجرة بعض مركز كقاعدة لسا حق أسعود قحنتكو علماء دعوا قحيا تهالك دقالو يا لا لتقيا سو بيميل قدر لما يلاهدو تهالك دقالو يا لا لتقيا ميزياني دو تال يا لغو بحري علم بارستا يا لغو تلقى دقالها بضن يعني كستو علمي لأ أو أحباري كرابة وكقايب قادنا يا مركز لكن ده ماشي أنا وحول ولا قلت لي هناك هلك واحد كله أسباب وسببات كله كان لهذه الهجرة تد كان هنا هيامان أقون تليه ويدل كود كبحان ويكجوران سببات كان سببها اسمه هيهين أسباب سببها كملا سياسيته أسباب حق السياسة ده الحريرة ومنها واحد كله كملا ماديته مد حق نقالها واحد كملا ومنها واحد كملا أسباب الاجتماعيته سبب حق نقن كا أيها يقون كملا والمشكلة دباتها التي يعاني ولا يدري هي لا دباتيسي هي من هاي العالم الإسلام العالم الإسلامي دولة الإسلام وهلا دباتيسن تاي وخصوصا على العربي هذا نقول دولة عرب تمرك الأيام دباتي تلا وحوي المضايقات وعريرجة عريرجة فرحة بدم التي عريرجة سو تحدث وكتي مادة للعلماء يدك أقويها إنك والمفكرين يدك مسيح هذا بدم فكر كي لهسي دبات حاجة سياسة هي حاجة فكر كا أيها هيستا فيل جورا وحي مغان قران وحي مغانقرية اتغان إلى بلاد الغرب تلالك رأي قلبات كي اتغان حتى يمارسوا سأيو قبطان حرياتهم أيها هلان أغوش شقيان حرية دود يمد أحباناني دود مارك عريري لقليو أغوان تي سدر تي لغو عريريو مارك عريري لقليو عقلقية فكر كلها سي لغو عريريو حبس لدقو عريري لدقو يقول لك ربي حكرتها دي رونا حرس الله إلى أما اللي خارجيو أما رشي دي لقو سمايو أما سمع دي لقو سمايو أما شقل السيوهايو ليه كي بيها لقو قويو إعدباته ورماته هايو دي بأنه رأي قال بيتك معين مو دي ما ينقليد دونانيا. وسبب ثاني سبب طلباتو حوية تاسواتا عليلي قال ساري الماديات ويحبا حق نقالة التي سلبت تاسو سلبت فرطي salaaba hada salbiga marka ciidanka ninka askariga laga furto yacni wixii usito waxay furatay oo yacni qaadatay baqul bashar garaadkii bilaadka oo dhaqaale ay imkay inta badan ayaa ka haystay xaga dhaqaaluhu waa kamid oo waxyaabaha binaaadanka yacni furtay ee maartay siibay garaadkii kala baxay ah wa asrat ee ka haystay afidatan naas dadka qalbigiisa dhaqaale ka haystay waqtiyana imkana loo leeyahay oo baahida dhaqaalaha badatay taasna waa qayb kamida wajala dadkii waxa ka dhigtay arinta maadiyadku yu fakirun ay ka fikiraan fiha waxyaabaha dhaqaalaha sabax masa aroor iyo galab kil hor iyo gal dambaba qofku wuxuu ka fikiraa dhaqaala sameyn waa nolosha baa cadiid badan ku soo kordhay oo dhaqaala badan u baahan yaqulu ahadul khubara wuxuu leeyahay mid kamid dadka yacni xeelereyaasha ah ee aqoonta leh in adad atiba tirada dhaqaatirta ah المسلمين يا مسلمين تا الموجودون ايه جوجا في باريس مقالات لا يلاحظوا كليا وحدها كليا وعاصمة الفرنسيسكا كليا ايا اكثر كبدا من الاطباء دخاترتا الموجودون ايه جوجا على التراب الجزائري يعني عرض اي عمودة السوقية ذلك الجزيرة الى الجزائر اوضا الجيريا اوضا دخاترتا جوجتا وحا كبدا دخاترتا مسلمين تا ايه جوجا مثلا باريس وقرا ومسلمين يا دلك الجزائر اوران الجزائر اوران
marka isku wada dhaqaatiirta joogta dalka oo dhan inta baari soo qoray joogta muslimiina ma ka badan maxay dalalkoodu uga yimaadeen baahiyo dhaqaale iyo baahiyo siyaasi iyo baahiyo dhaqanba way uga imanayaan iyo baahiyo aqooneed xataa mararka qaar wal Pakistaniyuun nimanka Pakistan inta u dhashay Pakistan u dhashay bidaati gaar ahaan bil aalaafi kumanaan baa fiiladan jooga dhadhan oo qula kumanaan dhaqaatiir oo Pakistaniyiin ba jooga hataa in akbar dabiib dhaqtarka ugu weyn ee fi takhasus qalbi ku takhasay wadnaha washaraayin iyo xididada wadnaha iyo maartay dhiig maro Pakistaniyiin waa nin Pakistaniya oo uu muqim fi London dhadhan uu degan yahay ninkaas ويشير وحو تلمامايا تغرير واربحين واربحين لقري ورسمي رسمي اه ومارت مد دولة دون اي قرطية للحكومة الباكستانية وها قرطي دولة دا باكستان عام 1979 كنسا قال بغلية سقالية تطبات تكيبها لقري في دراسة قام بها وحانا لقى قري علم باريس لقى سميي علم باريس اي سميييين اثنان لواء اي سميي من الاساتذة معلمين تكمدة باكستان ورشي إلى أنه في اليوم التالي أرنتي لبعض ما أرنتي لبعض في اليوم التالي ما أرنتي لبعض لإعلان نتائج كليات الطب ما أرنتي لقول واقعي امتحانك أي جلين كليتها عافمات تلك باكستان ما أرنتي للشيء إلى يري نتائجك هي أرض ولا بوح وكاني إن الله أنت أختار نقطي يا سنة كأقل إن تبيسي كن سجال بقوليه سالت زباطنك markii imtixaankii lagu dhawaaqay waliba kulliyadu dabbi weeye kulliyadii caafimaadka ee medicine-ka aha markii lagu dhawaaqay fi Pakistan dalka Pakistan taqaddama waxa u dhaqaaqay soo qadimay soo bandhigeen 90% boqolkiiba 90 tobanun ba haray min al-kharijin oo kamida dadkii qalin jabiyay sanadka ee dhaqaatiirta aha bid dalabin waxa u soo gudbideen codsi إلى السفارة الأمريكية سفارة مريكنكا والبريطانية يتا إنجريسكا يكو طالب باكستان للهجرة إن أي قوران وأي كهلان دلالك مريكنكا إيو إنجريسكا فيسو مركي امتحانك لقوله واقعي مانت وحالوحي عاف ماذا هلا دا إيري دادكي كقل انتبيه يكو قوليسي وقتيا مالنتي اللبات أرداني لسو ساري يقيمة هالا هيد edal ku soo tabcayay boqolkiiba 90 ayaa keenay dalab codsi fiisa doon ah oo u yimid safaaradda Mareykanka iyo Ingiriiska marka wadankii maxaa ku haray boqolkiiba 10 ba haray in ka dabadkaana waa laga yaabo 10 kun saasa maxaa qulqulaya marka maskaxdi aqoontii cilmigii wixii ba hayaamaya maxaa ku soo haray halkan dadkan aqoonta leh marka soo haray أما دراسة يعني علم بارستا التي عدت للدياري لقد ديالي عن مصر دلك إلى مصر وهي دراسة محدودة وعلم بارست كوبا بالنسبة مركز الله إيغو لبلد واحد دلك ولا يكون صعب سنتهي ومسلم المسلمة مركز علم بارست كوبا منذ سنة 1990 لقد صوب الله سنة يكون سغال بغلية تدباطنكي على مد وعلى مداري 10 سنوات طبعا سنة قدوهو ديو وريقود oo iyaduna markaa ila 80kiya imtinaac waxa diiday 950 950 miman xasaru ala doktora oo dadkii doktoraaga qaatay ee ka qaatay ma aragtay dalalka dibadda min al-awdati ila misr 10 ka sano dadkii wax bartay 950 ee caalim oo dadkii doktoraaga waliba qaatay darajada shahaado ugu sareysa qaatay ayaa diiday inay dib ugu noqdaan masar oo ka shaqo galaan waa 950 yani doktora qaatay waana 10 sano qura iyay ka shaqeynayaan dalalka ay wax ka barteen dalkoodii wax ka soo barteen doktora wax ka qaateen waxay deen dalkoodii ku noqdaan dalkana u shaqeynayaan qolka raawla xulay dhismuhu deesay isu keenaya dewa ma ay kharij isma bixinaysa waxayna ma turjuma markii loo rogay hadii daraasatu daraasadan markii cilmi baaristan la rogay ila arqaam number baa loo rogay dib baa loo qiimeeyay maxay soo saari karaan dhaqaale maxay soo saari karaan fikrad maxay abuuri karaan dad aqoon laba dib u rogay oo ka dhigay number maxaa markaas soo baxday tusbix waxa noqonaysa misr
تلك مصر مصر ما وحنا قلنا كأنها هي التي تعدي معونة إن تهمت جرجار سينيسا إلى أمريكا مريكا كمركا وح جرجار سينيسا مصر مركا القيمة يو وح أي أقانتها أي تلك أقانتها يسوا صارتي يا مصر كسوا بحي يا كشقة جليه مريكا كل كلا يقو وح تأكل يا عوام بحية مصر ما بحسا أو سيسا مريكا كا ويا أقانتها ولا قيمة يا أقانتها العقد سوا صارتي ويبلغ وحي قال يا مولى عدد المسلمين ترى ضدك المسلمين تاء المهاجرين كهيامي دل الكودية تجي دل كاريك البلد أو من مهندسين إيش النهر هذا وخبراء قوية هن هذا حاشة قيرة ويا رجل علمي بدن له وأطباء يد خاطرته علمك عافمات كبرتي تجي هالك في أوروبا وأمريكا يوروبا أمريكا كجليا وكندا دلك لا يلاهو جوجا واستراليا اي استراليا ما كرسكو ودار انت وحنا نقول يا بيلي 100,000 عالم بقول كل او اقويهان او عالم او خيلدهر وددك اقونتو سريسا هيستا و بقول كل من اصحاب الكفاءات العاليه او ددك كرتيده سره يا اقونتو سره له اي او سريسه دنيده اي مانتو واخ لوو هلابوريا ولو ان كل واحد hadii mid kasto oo kamid 100 ka ku oo minhu iyaga kamidi antaja uu soo saaro baahsan cilmi baaris qoraal ah oo buug uu qoro kitab uu ka qoro aqoonta uu leeyahay tiisa calaamadaar ilaam sanadkii haduu hal kitab qoro ma hata kitab wey kitab koobar haduu ninkiiba qoro la asbaha waxa samays bilaha oo jir laha في عالم الإسلامي الدنيا دي إن الإسلام هو حيهلي لهي 100,000 باطل بقول كن أو علم بارسود أي سنة كو صبح لها بقول كن أو علم بارسود إلا هو بقول كن أو عالم أو نيك بحث في بقري علم بارس بقري فكر من مشكلة إن مساعد باطين هاي زتا تحلها أي حلين لهي أو أي فرفردي لهي فرفردي لهي أو أي فردامين لهي هذه البحوث علم بارس تاي سميين قول لك فائدة لها. فهذا رئيس جامعة كورنيل الأمريكية. نك جامعة ده قدومي هوا. مريكة قطع الله. يصرحوا عضين يا كل واقع سبلا روشة. أمام الكونغرس. سو الكونغرس كمريكة كيسووا هور تاجن. كونغرس كده. سو هور تاجن. أي وحش شيء. بأن المهاجرين. تذكر صباح أيام يا. يا إنه إما نجيبه. المسلمين. يا تذكر مسلمين تأه. ومن الضباء دختر رضاء وفروا وحينو دياري وحو دياريان على الولايات المتحدة دلك مريكنك إنشاء 30 كلية إن يؤفران وأبوران يعني محي صد شام عضوط كلية الدب وأصن صد شام عضوط وأكلية دها أما شام عضها عافماتك سنويا سنة كستبع وحو سنة كستبع dadka muslimiinta aqoon tare ee tirada badan ee dhaqaatiirti waxay ino sameeyaan 30 jaamacadood oo caafimaadka lagu barto oo sanad walba ay furaan ma aha sanad uu ay fureen waa sanadkii kastaba ay furaan buur oo Mareykanka furaan wadanka uu aqoonta badan dunida marka meesha jooga waliisa dalalka arintaas ma aha cilmiga ay furayaan kuma koobna fi majalid dib qaybta caafimaadka fahasbu oo kaliya ma aha بل في مجالات الصناعة حق ورشدها نواصل كذلك واصل سوقه. فعلى سبيل المثال حضانتو صاروا سوق قادنو في مصنع كيمسي ورشد لا يلاحظه أو كنت طالبوا في الولايات المتحدة تلك مريكنكا يعملوا حكا شغية 24,000 يمني أفر إيه طبان كل أو قف أفر إيه لباطن عفوا أفر إيه لباطن كل أو قف أو يمن أو قرأ ولا شيء أيها ورشد كليك وشغية بكله oo ku taala Mareykan oo warshad kaliya 24 kun oo dalka Yemen uu ka yimid wayna qaalibeyta baahithiin inta badan dadka cilmi baaris sameeyay ee hal abuur kale ee waxa lagu horumaray dhaliya wal culamaa oo dadka aqoonyahanka wal mufakirada dadka maskaxda badan ee fikirka keena adduunka lagu hagay lagu hoggaaminayo ee fil qarbi jooga dalka reer galbeed haddii Mareykan tii haddii Yurub tahay oo humul Pakistaniyun waa dadka Pakistan u dhashay والهنود
وددك هندي هندي أو رسي والمصريون وددك مصاري دا المسلمون أولي ووضع مسلمين تعد أمان انتاس أما هكيمات دا باكستان أما هندي هكيمات أما مصر هكيمات انت فكرتا انت هالأبور كلي انت وحوريسة يا هرس عطا وحال ما انت يكون فانان وضد مسلمين وصدح عدل انت بدن أما مصر بكسو جيدا أما هندي أما باكستان الذين قواصوا يبحثون عن المبارسة ما هي مركوري ويجربون هذا التجابية في المختبرات مختبرات هل كشيء بلده وين أديه علمك القبارة يجا أنت هالأبوك الأليان وعلم قباران وأي سميان تتشابية لما الناس وصارا وحاسوح وياهي هدي دوت هاي هدي هبط هاي هدي ورشت هاي هدي وحكست هاي. لكن السؤال سؤال شو وحيت هاي الذي سؤال شيء يطرح نفسه سؤال شيء يدرس صوته ورسه يدرس عدي سويدين سؤال شيء يدرس سوق قديم يساوي حوي على صحة الواقع واقع هرتين يسديسا وحوي إنه جو صور عيسى ويضع أمامه ولماذا سؤال شاش هرتين سوحة دقيسا العديدة تربضا ومن علامات الاستفهام علاماتها سؤال شا سؤال بس قرية سبب كلي هذا وندو قرين تبدو حسكون دب قرية هرتين ده أنت على السؤال بيكو على عيني صامد معها أنت هسوع على السؤال إيه صور دقيسا سؤال شاش هذا مسؤولي سياسة دقيسا سؤال شاش هو حش هيك كعب على كاسوق الأيام ده هذا الكدوني بلا لو إسرائيل قرية هو وحوي هل نحن المسلمين هذين نجو مسلمين تينا هاي بنينا ما واحد لسني حضارة الغرب البحر ماذا هي القلبات في البداية بلا وجهر ما ينقع لسني أو علم جوحة ثقة تمر بلا وجهر علم جو مسلمين تيهره ونبنيها مين لسنا في الوقت الحاضر إما كما ينقوم بعد لسنا وهل أبو ركينة إما كما ينقع له هل كعلا بلا بين ما ينقع الحين مساس عارنه ومحن نجو حد يسوي نقول كاويات هل كعب بلا بين waa muslimiintu hore cilmiga ay dhigeen dabeedna way tadawriyeen imkana inaga sii kordhina oo hal abuurkii hindisaha keenna oo tijaabada keenna oo ku dhisna dalkooda gudhiisa marka ma toodo meen wadaa naabule marka ma inaana waxba qabsanin asbaabul aama sababaha guud ee almaanicatu is hortaagi karta lijirta qoxoontigan socda ee dadka aqliga iyo cilmiga ay qaxayaan ee ay hayaamayaan ay ka guuriyaan dadka muslimiinta iyo dalalka muhiimka min makan ila aakhar in meel dad ka guuraan oo meel kale tagaan maxay isur taagi kara oo halkoodi ku nagaadaan maxaa keenin kara waani halkoodi ka diga doorsan waxa keenin kara ehtimaamu dawladdi dawladda dadku u dhaseen haday ku dadaasho bil cilmi aqoonta wal muassasat al ilmiya ee xarumaha cilmiga laga baaro ama lagu barto haday dawladdu daneeyso oo dhaqaale gelinayso oo dadka aqoonta ay geliso oo meesha aqoonta geliso waa waxyaabaha joojiye qaxoontiga ka mid ah iyo barakaca wa tawfir al imkanat hadii la diyaariyo waxyaabaha suurtagala ee u suurtagaliya al ilmiya ee aqoonta la xiriira ee al bahthi in cilmi baaris la sameeyo hadii la suurtageliyo wa tanqiibi in la daloliyo cilmiga in la daloliyo gunta loogu dhaco oo inta la jabiyo soo markaa wax la qodayo lama jabiyo koofiyada sare dibna looma dhaca xarsada tanqiibku waa in la daloliyo cilmiga oo loogu dhaco yaacni himaarta cilmiga aqoonta ta hadii wixii suurtageliyo dawladdu ay sameeyso waa maxay ولا كان وح الله وح قصته وح لقوا باريو وح قصته علم باريس هو بهانته هاي أو شيء بارك هو بهانته هاي أو قلبه هو كل الدون أو مارتي تامع عدا أو معاهدة أو أن يعني ما أنت هم جيد الحين وكثرة الحفاوز الأدبية إلا بضيع حياة بهد ليه جريئة يعني سيد درين لما يبدع في علمه يبدع في علمه قف علم جيسة هل أبور كينه وعصب أو خوير على أيار وين ليه جريئة سيو الله سميع حفلته oo magacaysa kor loo qaado oo dhaqaale la geliyo qolaas u dhaqaajinayo si soconaya qofkii laakiin hadii meesha laga soo qaadi waayo qofkii wax wasla oo isla engegayaan ilaan dal u baahan ma hadalkii waxan fahmayayba wasuulata almaaysha way loo fududeeyaa nolosha lil aalim ninka aqoonyahanka wa raaxatu raaxa la siiyo an nafsiyatu xaq nafta ah oo xorriyada lahu isaga iyo wali aailati qoyskiisa ba walaa alo bisawab wa bilahatu